السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نهضروا على اشنا هو الديجيتال ماركتينغ. الوغ الديجيتال ماركتينغ او الى ترجمناه باللغه العربيه تيتسمى التسويق الرقمي. فمن تنهضروا على هذه الكلمه فبزاف الناس تيحاولوا انهم يفهموا اشنا هما المعطيات الخاصه بهم. فاحنا غنمشيو بطريقه بسيطه. ديجيتال ماركتينغ في جوج كلمات. الكلمه الاولى اللي هي ديجيتال اللي هي رقمي او بشكل او اخر كل ما هو عنده علاقه بالاله او بالحاسوب. اذا ديجيتال اذا معناها شيء اللي هو رقمي. وكلمه ماركتينغ فهي في الاصل تجمع جوج ديال الكلمات في الاصل اللي هما الكلمه الاولى اللي هي ماركت بمعنى لو مارشي باللغه الفرنسيه او السوق باللغه العربيه، وكذلك فيها كلمه اخرى اللي هي ميتينغ. ميتينغ تقصد بها بانه التقاء او اجتماع او ريونيون او تواصل ما بين جوج ديال المعطيات. اذا الى جينا نرجعوا لهاد المعطيات فاحنا غادي نقوموا بعمليه التسويق اللي هي كلمه ماركتينغ بطريقه اللي هي رقميه. نرجعوا دابا لجوج الحوايج اللي هما مهمين واخطاء يصطحوا فيهم الناس في الماركتينغ. فما يمكنش ندخل ديجيتال ماركتينغ وانا ما فاهمش اصلا ما معنى كلمه ماركتينغ. الوغ شنو هي كلمه ماركتينغ بكل بساطه؟ فدائما عندنا في السوق تلقاو كاينه لوفر، وفي نفس الوقت عندنا جانب اخر اللي فيه دائما لا دوموند. الوغ شنو هو الهدف ديال الماركتينغ؟ هو ما يمكن دوك تكون واحد المسافه ما بين لوطخ و لا دوموند. الخدمات الماركتينغ هي انها تصغر هذه المسافه ما امكن وتخلي لوفر ولا دوموند في اخر المطاف ملاقيين، ويقدر هذاك الشخص اللي عنده اون دوموند انه يلقى لوفر اللي تتجاوب على لو بيزوان ديالو. بش طريقه بسيطه الهدف ديال الماركتينغ هو اش؟ هو ساتيسفير لو بيزوان دو كوا دان كليون اللي هو تيقلب دان دوموندور اوترومون دي، يعني اننا ارضاء حاجيات الزبون واننا نوصلوا ليه المنتوج اللي هو تيقلب عليه. اذا من الاخطاء اللي تيصحوا فيهم الناس في الماركتينغ، وهذا اول خطا خصنا نفهموه، هو انه تيقول لك انا باستطاعتي نبيع اي حاجه لاي واحد، وهذا اكبر خطا تسويقي طاحوا فيه الناس اللي تيخليو الناس مثلا تيصحوا في اخطاء في مجال اخر اللي هو لا علاقه له بالديجيتال ماركتينغ اللي هو مثلا التسويق الهرمي او التسويق الشبكي. فالناس يصحوا في هذا الجانب. اذا الديجيتال ماركتينغ هو ان ناس عندهم ان دوموند، عندهم حاجيات، انت كذلك عندك لوفر اللي تستجيب لهذيك الحاجيات. اذا اشنا هي خدمتك؟ هو انك تحاول داك لو برودوي اللي هو عندك توصلو لهذاك لو دوموندور بطريقه مبسطة، أنك يكون المنتوج المناسب يوصل للعميل المناسب في الوقت المناسب وفي المكان المناسب. إذا هذا هو التسويق إلا جينا بدنا ناخدوه، فهو الربط ما بين الجملة اللي حنا قلنا. إذا من تندوزو دابا الجانب الثاني اللي هو ديجيتال ماركتينغ. فبطبيعة الحال ديجيتال ماركتينغ خصني نفهم بأن فيه جوج ديال الحالات، فيه اللي هو أونلاين وفيه دونك اللي هنا غنهضرو عليه أونلاين، وهنا كذلك فيه اللي هو اور لين. فملي تتمشي مثلا تدخل شي شركه وتتلقى بان عندهم واحد الشاشه، وهذيك الشاشه تتعرض المنتوجات ديالهم، ويمكن ديك الشاشه ما تكونش مرتبطه بالانترنت، فانت هنايا راك بديتي في الديجيتال ماركتينغ لانه تم استعمال اليات رقميه. فاش تتمشي عند واحد الشخص مثلا وتعطيك واحد تسول على مجموعه المنتوجات وتعطيك واحد الكلي يو اس بي هديه وتيقول لك فوالا الكلي راه غتلقى فيها كاع المعلومات ديالنا، فانت هنا ما خدمش اونلاين فخدم اورلين. وهنا استعمل كذلك من جديد يمكن نفهمه بانه استعمل ديجيتال ماركتينغ. اذا كذلك الجانب الثاني اللي هو الاونلاين، اللي هو يمكن تلقاوه في لي سيت، يمكن تلقاوه في لي باج فيسبوك، تلقاوه في لي باج لينكدين، يمكن تلقاوه في الايميل. اذا هنا ماركتينغ اللي هو تيعتمد على وجود الانترنت، واللي هو يمكن نسميه بطريقه اخرى الويب ماركتينغ. اذا المجالات اللي يمكن نهضروا عليهم هي كثيره متعدده، وما يمكنش نحصروها في فيديو ولا في 10 ولا في 100. فمجالات اللي هي دائما تيخرجوا فيها مجالات جديده، واي شخص هو نقول بانه متخصص في الويب ماركتينغ فهو ماشي متخصص في جميع المجالات، فهو تيهتم بواحد المجال اخر. ولكن يتفقوا الناس ديال الديجيتال ماركتينغ كاملين في اي تكوين دوزتي، اما حتى انت تدوز شوايد ديال جوجل او اي شوايد اخرى او مثلا في مختلف الجامعات الدوليه، فتتفقوا على ان اي واحد بيدخل الديجيتال ماركتينغ فاول حاجه غادي يفكر فيها هو الكونتوني.
هو المحتوى اللي هو غادي يحاول يخدم به. اذا شنو هو هذا المحتوى؟ مثلا غادي نعتبره شخص تيبي دي برودوي كما كانوا. الوغ هاد لي برودوي اللي هو تيبيعهم فهو خصو يوضع بعدا صورة على هذا المنتج، يدير كذلك دونك هنا وصف على هذا المنتج اللي يكون دقيق، يعطي الثمن ديال هذا المنتج، يعني اي معلومه تخلينا واش كاينه لا ليفريزون، اي معلومه يمكن تخلينا اننا نوصلوا لهذا المنتج ديالو. اذا مثلا شخص تيبيع التليفونات فخصو يعطينا جميع الحالات اللي تعطينا كاع المعلومات اللي حنا خاصينهم. اذا هذه هي النقطه الاولى. بطبيعه الحال انت حطوا هذا المنتج، فكاين الناس بطبيعه الحال اللي هما تيبحثوا على هذا المنتج ديالو. اذا باش يوصل لهم هذا المنتج فتيخصو انه يبحث على هاد لاسيبل فين كاين. اذا كيفاش غيقلب على هاد لاسيبل؟ بصفه عامه يمكن نهضروا على جوج الكلمات اللي هما الاوت بوند والان بوند. دونك هادو بصفه عامه، وحنا في هذا المدخل ما غنحاولوش نهضروا على كل شيء، فغنحاولوا نهضروا بطريقه بسيطه. فالاوت بوند هو ان هاد الناس غيلمو تيكونوا هما اللي كيقلبوا عليك، وانت خصك تحط المنتج باش يوصل ليهم. يمكن تحط هذا المنتج في ان سيت ويب، يمكن نسميه من بعد ان سيت اي كوميرس. اذا انت تحط انت هذا لو سيت ديالك وتتحط هذه المعلومات ديال المنتج اللي انت باغي، فتدخلوا الناس لجوجل وتبداو يبحثوا على هذا المنتج. بطبيعه الحال مثلا حطيتي واحد سمارت فون اللي فيه واحد 6 جيجا، فكاين الناس اللي ما عارفينش سميت السمارت فون ديالك، ولكن تيجيو تيكتبوا مثلا سمارت فون في جوجل دونك 6 جيجا سي دو سويت، ومني تيبدا تيبحث فتيطلعوا ليه بزاف النتائج. فانت الا كنتي من دوك النتائج الاولين، فانت بطبيعه الحال هنا راك استعملتي لو كونتوني باش توصل لاش العميل ديالك. وهنا بطبيعه الحال هاد الطريقه اللي استعملتي تسمى سيو، اللي هي سيرش انجين اوبتمايزيشن. دونك هنا اللي كتعتمد على انك تخدم على الريفيرونسمون. مثلا الا جينا خدينا شركات اللي هما مثلا هنا، الا خدينا شركه ويب سايت، فالا جينا كتبنا مثلا لي سبيسياليست دو ويب ا مراكش، فغادي نعتبروا بان واحد الشخص تيقلب على هاد الشركه، فغنلقاو بان هاد الشركه حطت المحتوى ديالها في الانترنت وتطلع في المراكز الاولى بشكل او باخر. اذا فين ماشي واحد كتب لي سبيسياليست دو ويب ا مراكش، فغتطلع لهم شركه ويب سايت سواء في البوزيسيون الاولى او في الثانيه، وتحط المحتوى ديالها في بزاف ديال الطرق، تحط كذلك في البيزنس سيت اللي تابع لجوجل، وتحط كذلك حتى في الجوجل مابس. اذا توقع الشخص انه يوصل لهذا المحتوى اللي هو تيهضر على كرياسيون ديال لي سيت ويب او مجموعه المعلومات. مثلا نعتبروا بان شركه اخرى، شخص مثلا تيقلب على فورماسيون او تكوين في الويب ماستر، فانا غنلقاو بان الشركه هنايا كاينه منافسه اكبر، ف كانت بطبيعه الحال في المركز الاول، ولكن كان عندها منافسين هما مثلا ليكول ايكما او ليكول ايكوستيك. وهنا بطبيعه الحال دي زيكول الغياش كشركه تدير تكوينات، الوغ هنا خرجوا دي زيكول وكاينه شركه رابعه معاهم. كذلك يمكن نهضروا على مثلا كور دي لونغ، واحد الشخص يقلب على دي كور دي لونغ. اذا هذه الطريقه تتسمى الاوت بوند، الوغ الشخص هو اللي تيقلب عليك ولاحظتوا هنا المحتوى، فكان مثلا في لو سيت ويب ديال لو سونتر ديال ايبان، ولا شو كان كذلك حتى بالنسبه لفيسبوك. اذا الى جينا شفنا هاد العمليات فبطبيعه الحال هنا تنهضروا على سكون ابيل الانبوند والاوت بوند. الوغ شنو هو الاوت بوند؟ هو ان الشخص هو اللي تيخرج يقلب على الشركه. اذا ندوزو للجانب الثاني اللي هو الانبوند، الوغ انت اللي تتقلب على هاد العميل. فهاد الشكل تتخدم بطريقه ثانيه اللي هي مثلا نعتبروها اون باج فيسبوك، اللي انت تاخد هاد لاباج ديالك وتدير واحد سبونسوريزاسيون لهاد لاباج، وتختار شكون هما الناس اللي تيهموك. مثلا الناس اللي تيسكنوا في واحد المنطقه واللي عندهم واحد لاج واللي عندهم واحد الاهتمامات، باش هكا داك يعني غادي نهضروا على دوطخ كالكول لي سي بي ام ار بي ام سي سويت. دونك يمكن لي روا، دونك كاين بزاف ديال لي زانديكاتور اللي يمكن نخدموا بهم، اللي تيخليك بانك تلقى هذيك لا سيبل وتوصل ليها باقرب فرصه ممكنه في اقرب وقت، وفي نفس الوقت ما تصيعش دوك الفلوس اللي غادي تخسر لما تهضر على سبونسوريزاسيون، ساعتها غتخلص فيسبوك باش انه يدير لك الاشهار يوصل لهاد الناس. فبالنسبه لنا احسن انه يجيك مثلا 100 واحد فقط وتربح منهم 60 كليه، لانك اختاريتي هذيك ال 100 مزيان. دوك من هذوك 60 غيكون واحد المجموعه اللي غتهتم وغيعجبها الثمن وغيعجبها البرودوي وغيستجب لو بوزوان ديالها، حيت الماركتينغ كي قلنا في الاصل هو اش انت فقط ساتيسفير لو بوزوان دان كليون، ماشي انك تلتزم على الكليون انه يشري من عندك. فالانسان اللي ما عندوش الحاجه لشي حاجه، نبداو تيما كاينه قاعده مهمه في التواصل الانساني كامل، هو انه الطريقه اللي
عامل الناس كما تحب ان يعملوا. يعني انا واحد الحاجه ما غنبيش نشريها، والله من المستحيل انني نشريها. ديز موست جامد اللي في النوتي، يعيطوا لك كاع دوك مريض العصر باش تشرب العصر. انت ما عندكش البز باش تشرب العصر، راه واخا يديروا كاع الطرق، واخا يقول لك تزيد تشربوا كاع فابور، يقدر يلقى لك شربوا فابور يمكن، مي جينيرالمون يقدر ان انت ما عندكش البزوان باش تشرب هذاك المنتوج، راه ما غاديش تشرب. لا ميم شوز حتى هنايا، خصك ترد البال. فالناس اللي غادي تبيع معاهم باقل مجهود هما الناس اللي فريمون عندهم احتياج لذاك المنتج. اذا بالنسبه لك يمكن احسن يجيوني 100 ونبيع منهم لاش ل 60، رغم ان 60 نسبه كبيره، رغم ان المنطق يقول فقط 10 الناس اللي بعت لهم من اصل 100 وعندهم لو بيزوا، راك درتي ان بون ريزولتا. بار كونتر من انني نشد 1000 واحد ونجيب منهم فقط واحد ل 100 ديال الناس، فهنا ضيعت مجهود كبير وضيعت فلوس كثر. اذا خصك تكون عارف انت ملي تخسر فلوس كيفاش غتخسرهم. ماشي فيسبوك فوق تعطي الفلوس راه تيضمن لك ساتيسفاكسيون، كمان فيسبوك فاش تحط عنده بارفوا دي بوبليسيتي، فتا هو تيدير ميم لي كونديسيون ديالو، تيقول لك انا هذا الاشهار اللي بغيت نمشي ندخل به لي باج ديال الناس ولي بروفيل ديال الناس خصو يكون تيستاج بمجموعه المعايير وما يلقيتهمش في هذا. اذا حنا شفنا غير بعض المعطيات. اذا كاينين بزاف الطرق ديال ديجيتال ماركتينغ. كاين الايميلينغ، كاين الناس اللي تخدموا على الطريقه ديال الايميلينغ، وهنا خصك تكون رد البال، لان كاين لا بروبريتي انتيليكتويال، هنا لا كونفيدونسياليتي ديال الناس. فما يمكنلكش تصيفط ايميل لاي واحد، لان يمكن يجيك الى صيفطت له ايميل اشهاري وهو ما عطاكش الموافقه ديالو المبدئيه باش تصيفط له هذه المعطيات. تخيل لدرجه انه الناس اللي هما كانوا دي كليون ديالك الا ما وافقوش، يعني تخيل انا كليون جا تعامل معايا وصيفطت له ايميل او بقيت ندور ليه التليفون كل مره، من حقه انه يمشي عند شركه الاتصالات يقول لهم هذا السيد تيدور ليا كل مره وانا ما وافقليش بانه يجي عندي اشاك فوا. اذا من غير انه الى سولك او عطاك سؤال، مثلا كاينين طرق، داكشي علاش فيسبوك تيحط مثلا فوالا شنو هما لي كونديسيون، فانت تتهضر مع هذا الشخص في هذا الاطار وفي هذا المجال وبسميت هذه الشركه. فمثلا تحط فيسبوك يمكن ارقام الهاتف بان الشخص يصيفط لك ديريكتومون سون نيميرو التليفون، فهو الى صيفط لك فانت تخلي هذوك لي زارشيف ديال المحادثات ديالك معاه كامل. اذا كاين الايميلين، كاين الاس ام اس اللي هو تتصيفط تخدم على الاس ام اس، هو يدخل في هذا الاطار بزاف ديال الطرق. كاين الناس اللي تعتمدوا، نعاودوا نرجعوا شويه للور اذا رجعنا للمحتوى. فكاين الناس مثلا، نعطيكم مثال بسيط، فاليوتيوب تنسمعوا بزاف كلمه صناع المحتوى، فالناس اللي تخدموا في اليوتيوب فيمكن اننا نكونوا صادقين بانه بعض المرات الارباح اليوتيوب من غير بعض المجالات اللي هما معروفين، مثلا الاغاني، مثلا ماتشات الكره، مثلا بعض المحتوى رغم انه ممكن نعتبره تافه ولكن تيربح الناس بزاف، لان كاين الناس اللي عندهم، نرجعوا ديما للاساس، كاين الناس اللي عندهم لو بوزوان باش يتبعوا هذاك المحتوى. مادامو كاينين راه مول داك المحتوى تيربح بطريقه او باخرى. ولكن في نفس الوقت تخيل مثلا معنا نرجعوا نيت للدومين ديالنا لا فورماسيون، يعني الا جينا هضرنا على الدومين ديال لا فورماسيون، ممكن تلقى استاذ باغ اكزومبل، انا نهضر من تجارب شخصيه، مثلا استاذ تيدير لو سوتيان سكولير اون لين، او لا استاذ تيدير دي فورماسيون مثلا في الويب اون لين وتحطهم غراتويتمون، وهاد لي فورماسيون نورمالمون يمكن هو نيت يديرهم بالفلوس، ولكن علاش يكون حطهم غراتويتمون باش ما نقولوش بانه راه كل حاجه، يعني ملي تحطهم غراتويتمون نقولوا بان يوتيوب كاين جوج طرق باش تربح معاه. فيوتيوب هو براسو تيكون تيخلصك مقابل تدوز عندك اشهارات في لاشين ديالك اللي تيشوفوهم الناس، او حتى وكذلك جوجل نفس المساله، لان تنهضروا على يوتيوب هو راه تابع لجوجل، ف جوجل كذلك حتى في لي سيت ديالك تيقول لك بانه راه ممكن انه يدير عندك اشهار مقابل داك المحتوى اللي انت داير. فالناس اللي تيكونوا مهتمين بداك المحتوى تيكون عندهم فرصه كبر باش يشوفوا دوك الاشهارات اللي تيتكلف جوجل او يوتيوب، او حتى انت تتدخل في هذه المساله باش تعطيهم الاشهارات المناسبه باش هما يديروا عليهم دي كليك. الو من تدخل هذا الجانب، فبطبيعه الحال يمكن انه الناس ملي تيبداو يتبعوا معاك تيبداو يديروا دي كليك وتبدا تتربح بعد الفلوس. صافي في الغالب في الدومين تاع لا فورماسيون ما تتربحش بزاف، باش نكونوا صادقين، تيقول لك الناس علاش تيبقاو هاد الناس مستمرين بانهم تيديروا هاد الاشارات. انا نهضر من تجربه شخصيه، فيمكن بانه الارباح اللي تيجيوك من اليوتيوب يمكن ما تتمثل حتى 5% من داكشي اللي تدخل من لاشين يوتيوب. يعني يوتيوب فاش يعطيك مثلا، افترضوا بانه عطاك واحد 100 درهم كمثال، فانت محتمل في ديك الفتره فاش عطاك يوتيوب 100 درهم محتمل انك تربح حتى 10000 درهم، الى انه واحد الانسان عنده لو بوزوان وعنده بوزوان اللي هو ملح، فملي تيشوف لا فورماسيون ديالك تيتبعها تيقتنع تيفهم ا ديستونس، تيقول فوالا هاد السيد الا خدمت معاه ديريكتومون يمكن نفهم اكثر، مادام هاد السيد
شارك هذه المعطيات، فتيمكن بان المعطيات اللي عنده يمكن تكون اكبر. اذا تيطلبك بانك تتابعه دي رونكونتر ريال ولا دي فيديو كونفيرونس، وهنا يمكن ان الارباح الحقيقيه اللي تجيك انت من اليوتيوب اللي هي غير مباشره، ما تيصيفطهاش لك يوتيوب، واللي تجيك مع ناس حقيقيين اللي عندهم لو بوزوان، فهي ب 95%. وهنا ترجعوا للاهميه ديال الكونتوني، باش ما كان لو كونتوني فهو اللي تيجيب الناس اللي هما تيبحثوا على الكونتوني، تنفهموا مزيان ديال الماركتينغ اللي هو مبدا مهم. الا خدمتي عليه راه تيولي انك تجيب لي لو غيست، فقط يبقاو عندك هي دي زوتي. اذا حاولنا في هذا المدخل نهضروا على بزاف ديال الطرق، اللي منهم انك يكون عندك ان سيت ويب، يمكن تخدم على تي باج فيسبوك، يمكن تخدم على الموبيل اللي هو مهم جدا، وتقدر تخدم على لي سيت اي كوميرس انسي دو سويت، يقدر تخدم على الايميلين. اذا هادو كلهم اوجه سكون ابل لو ديجيتال ماركتينغ. نتمنى نكون توفقت باش نعطيكم فقط مدخل وبعض المعلومات اللي قلنا مجال كبير بزاف، وكل واحد تيفهمو بالطريقه اللي بغا، ولكن كلشي تتفق على انه باش تخدم في الديجيتال ماركتينغ راه خص يكون عندك ان كونتوني، تخدم ان اوتيل وتمشي بور بليزيور ايتاب، سواء تكون انت تخدم على سيو سيرش انجين اوبتيمايزيشن، او لا تكون تخدم على دي سبونسوريزاسيون، تتخلص بعض المرات ميم جوجل يمكن تخلص باش يطلعوا لي ريزولتا ديالك في لي بروميير باج. الوغ جو بو ريميرسي، ا اون بروشين فيديو ان شاء الله.